السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا جماعة. معكم أخوكم نواف لسوي. بهالفيديو راح نشوف 10 ألعاب مميزة حلوة تشغل المخ وفيها أكشن وحركات. لا نطولها، خلونا نشوف الألعاب. بداية أول لعبة عندنا اسمها بوشيدو بير. نفهمكم اللعبة، راح يطلعون لك هذيل تحط خط وتذبحهم، لازم توخر عنهم فإذبح بس، هذه طريقتها. ولازم ما تحوشهم لأنه يتحركون وايد. تأخذ هذيل يديله جميل. أوبا صارت، شوفوا أيوة. بس هذه اللعبة الأولى اللي عندنا، تحتاج منك سرعة، تحتاج منك أن أنت ما تحوش هذيل اللي يتحركون. فجدا جميل اللعبة. اللعبة الثانية اسمها وار شيفت. لعبة فيها شوي ألغاز وشلون تطلع من الصندوق وتدش بصندوق ثاني. جدا روعة وحبيتها صراحة. فخلونا نشوف طريقتها. راح يكون عندك مربعات، لازم تطلع الحبيبة هذه من هالصندوق وتدخلها بالفتحة هذه. راح يكون عندك بيبان مفتوحة، مجرد انك تسوي كذي، لا يا حبيبي خلاص طق هني وتدخلها. خلونا نشوف مرحلة ثانية. هذه مرحلة اوكي، هذه وايد صعبة. حلو، ففي عندك مثلا ممكن تطق كذي فراح تطلع وترد، ولكن خلصوا لان عندك حركات لازم تسويهم عشان تاخذ الثلاث نجوم. فهذه اللعبة فيها الغاز، فيها حركات، انصحكم فيها، اسمها وار شيفت. اللعبة الثالثة اللي موجودة عندنا اسمها بيوند 14. لازم توصل رقم 14. اذا تذكرون هذه 2x2 او شغلة اللي تجمع الارقام، هذه تقريبا نفسها ولكن لازم توصل الى رقم 14. شلون طريقتها؟ طريقتها طال عمركم تحطون الحين رقم 1، تحط 2 صار 2، 1 1 صار 2، 2 صار 3. عندك هالثلاث شغلات، في عندك هذه سوي كوبي يرد مره ثانيه، عندك هذه ممكن ان انت ترد هذه وتحطها هنا عشان يصير عندك كذي، عندك هذه يشيل لك واحده. فإذا خلصتم بس لازم الحين تقعد وتلعب وتطلع الأرقام مثل ما احنا شايفين، وبس لازم توصل رقم 14. اللي يوصل 14 يدز لي اوكي، وروني من يطوف ال 14 او يوصل 14. اللعبة رقم 4 اللي موجودة عندنا لعبة اسمها مينيمال ميز. اللي عليك يا طال عمر انك تلعب يمينا ويسارا، لازم توصل البرتغالي باللون هذا. فلعبة جميلة جدا مثل ما احنا شايفين. تعالوا أبطكم بط أنا. وكل ما تخلص كل ما تزيد صعوبتها، صعوبة المراحل اللي فيها. أبطكم بط، جميلة جدا اللعبة هذه، أنصحكم هم بعد فيها. اللعبة رقم 5 اللي موجودة عندنا سماش فو. سماش فو اسمها سماش فو، خلينا نشوف سماش فو. نفس لعبة النينجا هذه مال فروت نينجا، ولكن شنو هذا؟ صارت انه كذي يطلعون لك ولازم تطقهم، وراح يطلع لك قنابل لازم ما اي متفجرات، عبالكم تطوفوني ما تطوفوني. فمشكلة الألعاب انها هي تخليك تركز فيها وايد وتنسى انك قاعد تصور. ف اتوقع انكم عرفتوا شنو يعني اللعبه وشلون نلعبها. اوكي، فلا تسوون شيء اوكي. هنشوف اللعبه اللي عندنا رقم 1 2 3 4 5 6، اسمها شنو؟ لوست ان هارموني. نسيت اقول لكم اسمها صح، لوست ان هارموني. واحد ورفيجته ما ادري منو ينحاشون من ما ادري منو. انت اللي عليك بس تروح يمين يسار ولازم تمشي على اللحن. لا 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 طول طول نواف، فلازم تمشي على الموسيقى والألحان اللي موجودة جبارة. تأخذون هذيل راح تلقى عندك هالسوالف راح تطلع لك فوق، لازم تمشي على اللحن لو ملاحظين. طم 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 طم
وراح تتغير معاك مثل ما احنا شايفين، تطلع من مكان لمكان. جميلة جدا هاللعبة، جدا جميلة. نأتي الآن إلى واحدة من ألعابي المفضلة. تعرفون شو اسمها هذه؟ والله نسيت شو اسمها. المهم اللي عليك يا طال عمر إنك تفتش الألوان هذه كلها. شفت الألوان هذه؟ أول شيء تطلع الكرة يمين ولا يسار وتطق هكذا بس، فراح ترد الدش تخلص المرحلة. عدد الكور هنا يطلع لك كم مرة أنت خلصت الكور، كرة كرتين، تأخذ نجوم وتفتح المراحل هذه كلهم اللي موجودين عندك. لعبة حلوة ممتعة، قاعد بمكان ناطر أحد دور شي يخلص، لعبة هذه تسليك. هذه لعبة رولز. اللعبة الثانية اللي عندنا رولز، من أقوى الألعاب اللي لعبتها حق المخ، أو آسف حق الذاكرة. اللي عليك إن أنت تاب نمبرز إن ديسنت أوردر، عد تنازلي، فعشرة عشرة تسعة ثمانية أربعة خمسة أربعة ثلاثة ثلاثة اثنين واحد واحد واحد، أوكي؟ وبعدها راح يطلع لك أوامر ثانية. فالأمر الثاني اللي موجود عندك إنه تاب جرين، فطق اللي باللون الأخضر بعدين تنازلي، لا تنسى ها. ستة سبعة ستة 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 أربعة واحد واحد واحد. الحين راح يعطيك أمر ثالث، فهذه تنشط الذاكرة، شيء وايد وايد قوي حق الصغار إذا تبونهم أو تبون مخهم يشتغل. هني تاب أود نمبرز، أعداد فردية، واحد واحد ثلاثة ثلاثة خمسة سبعة خمسة. تاب أود نمبرز وين تسعة. تاب فولو ثو جرينز، بعدين خلص الوقت. فتصير كذي، أنا وصلت تقريباً لـ15 أمر وراء بعض. تقدرتوا تطوفون قولوا لي إنكم طفتوا أكثر من 15 مرة. اللعبة رقم 9 اللي موجودة عندنا لومن سيتي، فراح ندخل مثل ما احنا شايفين أبو الشنب جراند داد يدها. فأول شيء عندنا راح نشوف إنه علق هني، اخذي هذه مولدن آيتم، أوكي تسوي كذي، يلا طقيها، روح فوق، تروحون هنا تفتح الباب عشان تصعد على هذا وتصعد فوق وتروح هني. فعندنا مثلا اللغز هذا، كيف تفتح القفل؟ لو نركز على الأسهم راح يحط لك إنه إذا هذا بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا بعدين هذا. فتحته. أضبطكم. فلعبة لومن سيتي جميلة بالألغاز. اللعبة الأخيرة اللي موجودة عندنا بيانو تايلز 2 الجزء الثاني. إذا تذكرون اللعبة هذه اللي كان مربعات سود اللي نطقها، هذه الجزء الثاني منها. هل كيف نطوفها؟ جينجل بيل جينجل بيل جينجل all the way. صارت أسرع الحين. لما تخلصها يعطونك البونس تايم ويعطونك إندلس تايم. حلو باللعبة هذه إنها تشغل مخك وتخليك تزيد التركيز. أنا صراحة أحب الألعاب هذه لأنها تزيد التركيز اللي عندك، شلون إنك تمشي الصوت مع الصورة اللي أنت تشوفها، فتخليك دائما منتبه ومركز. حلو، صار الفيلم، صار الفيلم. أبطكم بط، أبطكم بط، بطتنا بطت بطتكم بطتكم بطت بطتنا، تقدر بطتكم وتبط بطتنا مثل ما بطتكم بطت بطتنا. أبطكم بط أنا، لا تقول لي حبيبي أجيبك يمين يسار. إيه الألعاب هذه ما تطوفني. حلو، صار الفيلم، صار الفيلم، صار الفيلم، وما قمت أشوف. صار الفيلم، صار الفيلم، ما قمت أركز. حلو، 598 بس. فهذه لعبتنا الأخيرة اللي موجودة عندنا بيانو تايلز 2. يعطيكم العافية. هذه العشر الألعاب اللي موجودة عندنا بهالفيديو، إن شاء الله نلقاكم في فيديوهات قادمة. وصح أسبوع الجاي رمضان، كل عام أنتم بخير ومبارك عليكم الشهر إن شاء الله. لا تنسون تسوون سبسكرايب، لا هني سبسكرايب وهني اللايك، تكتبون تحت بالكومنتات إذا عندكم ألعاب ثانية أو أشياء حابين نشوفها ونستعرضها، كتبوها تحت بالكومنت. يعطيكم العافية وشاكر لكم متابعتكم. فما الله.